وردنا سؤال يقول: جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن فضل شهر رمضان أن الشياطين تصفد في هذا الشهر العظيم، ورغم ذلك نجد بعض المعاصي تقع من بعض السائلين، فكيف يكون هذا؟ نقول: وبالله التوفيق، إذا كان هذا السائل يقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو يقصد الرواية الأخرى التي أخرجها ابن خزيمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. فنقول أن الواقع المشاهد لا يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت، وذلك إذا ذهبنا إلى شراح الحديث في معنى كلمة تصفيد الشياطين، فنراهم يوضحون المعنى فيقولون: تصفيد الشياطين في هذا الشهر العظيم بمعنى أن الله عز وجل يصفد الشياطين في حق الذين كان صومهم صوما صحيحا كاملا مستوفيا للأركان والآداب، كمن يحفظ لسانه ويعصم جوارحه عن معصية الله، كمن يشغل نفسه بالذكر والصلاة في صيامه، آخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عبرة حينما قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونرى فريقا منهم يعرفون معنى تصفيد الشياطين بمعنى أن الله عز وجل يصفد المرض والجبابرة من الأبالسة والشياطين في هذا الشهر دون غيرهم، لذلك تقع الغواية من غيرهم دون الجبابرة منهم والمرضة منهم، لحديث ابن خزيمة: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. وقيل أن معنى تصفيد الشياطين أيضا أي أنها تغل وتضعف وتضع أي أنها تغل بضعف قوتها وكامل نشاطها في الغواية والإفساد في هذا الشهر. ولا ننسى أيضا أن النفس الأمارة لها نصيب أيضا في الغواية والإضلال، فهناك شياطين الإنس كما أن هناك شياطين الجن. ونقول للسائل: عليه أن يشغل نفسه بكيفية صد الوسوسة، سواء كانت هذه الوسوسة من النفس الأمارة بالسوء أو من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، وأن يتذكر قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذا والله أعلى وأعلم.